ضيفتنا أول مرة تظهر في الإعلام، لكن الحقيقة أنه والدها فنان كبير، كلنا حزننا لرحيله في الأيام الماضية، الفنان الكبير يوسف شعبان. وزي ما قلت فنان كبير يوسف شعبان يمكن ما كانش دايما هو بطل الأفلام أو بطل المسلسلات، لكن كان بطل وله أدوار مهمة أثرت فينا كلنا وتركت بصمة كبيرة هتفضل باقية في عالم الدراما وعالم الفن. لما عملنا سيرتش عليها ما لقيناش معلومات كتيرة، لكن هي قصة متشعبة جدا وخيوط مشتبكة ما بين الفن وبين الأسرة المالكة. ضيفتنا هي سيناي يوسف شعبان، الابنة الكبرى للفنان الكبير يوسف شعبان، وأيضا حفيدة الأميرة فوزية ابنة الملك فؤاد شقيقة الملك فاروق. حكايات وأسرار وتفاصيل أميرة فوزية كانت بالنسبة لها بمثابة أم، طبعا أمها هي السيدة نادية اللي هي ابنة الأميرة فوزية وإسماعيل بيك شيرين. هنعرف العلاقة دي إزاي ربطها الأميرة فوزية، تعلمت منها إيه، وعلاقتها أيضا بالفنان الكبير يوسف شعبان. سيناي يوسف شعبان، ما هي في حياتك الأول؟ ونعم بالله المخال لله وحده. يعني خليني الأول أبتدي بالاسم، اسمك سيناي ليه؟ أولا عاوزة بس أشكرك لميس بالاستضافة، وأشكر كل المشاهدين اللي أخذوا من وقتهم أنهم يتفرجوا على الحلقة، وبعزي نفسي وبعزي أهلي وبعزي كل اللي بيحبوا، لأن أنا اتضح لي أن فعلا ناس كتير جدا بتحبه على السوشيال ميديا، باين قوي الحب ده، وعشان كده أنا لبيت النداء النهاردة. أنا عامة ما بظهرش، بس عشان بابا وعشان المعجبين بتوعه أنا يعني جيت عشانهم، عشان خاطرهم، عشان الحب اللي هم حاسينه لي، وطبعا عشان يستحق أن أنا أجيله. يعني أنا عارفة أن أنت مش بنته الوحيدة، يعني أنت يمكن الكبيرة، بس عندك إخوات طبعا، وهم بصراحة يعني زوجته مدام إيمان شريعان أولى أنها تبقى موجودة في مكاني ده، وطبعا ليا 3 إخوات أصغر مني، وهما فعلا هما اللي كانوا معاصرين لبابا في مسيرة حياته كلها. أنا بحكم أن أنا كنت مع أسرة ماما، فكنت بسافر كتير وما كنتش متواجده كتير معاه، وهم اللي كانوا معايا على طول، ف كل شكري وتقديري ليهم فعلا، وهم اللي اولى ان هم يبقوا هنا. بس يعني مش عارفه اقول ايه، يعني البقاء لله. هو كان فنان عظيم فعلا. وانت بتتفرجي على الفيديو اللي فيه يعني هرجع لسيناي تاني، بس وانت بتتفرجي على الفيديو بتحبي له ايه يا سيناي؟ بحب له حاجات كتير جدا، القديم اكتر. بحب له الحاجات اللي هو كان طالع كده شقي فيها، وابتسامته الجميله وضحكته الجميله، كان عنده ضحكه مميزه جدا كنت بحبها قوي. بقعت الجرايد كنت بحب الفيلم ده جدا، ام العروسه برضو. بحب له حاجات كتير، مسلسلات زي شهد الدموع، رأفت الهجان طبعا. لا كان حاجات كتير بصراحه. كنت بتروحي معاه الاستوديو ساعات؟ كنت بروح معاه الاستوديو ساعات وانا صغيره، كنت لما باجي من اجازات من سويسرا كنت بروح معاه. كان بياخدني في تصوير، وخدني مره كان مسافر اليونان وكان بيصور، قعدت 4 أو 5 أيام معاه هناك في اللوكيشن، فكانت حلوه، كان وقت انا وهو بس مع بعض. بس كنت صغيره يعني، بس فاكرة طبعا الأوقات دي. يعني هنتكلم عن القصة من أولها، لكن النهاية أنت كنتي برة ورجعتي، كان هو تعبان، كان هو ابتدى جات له الكورونا وكده. أيوة كان هو تعبان، أنا جالي خبر أنه هو تعبان فعلا، ولما جيت كان هو داخل في كوما، وطبعا رحت المستشفى وكده، بس كان خلاص مش واعي أن هو يشوفني. يعني آخر مرة كلمته كانت إمتى؟ لا يعني من فترة، هو كان في لبنان مع بيخلص المسلسل بتاعه، والحمد لله. بس هو اكيد حس بيا، يعني اكيد حس بيا لما جيت المستشفى، لان اكيد روحه حاسه. يعني اخر حاجه قالها لك ايه يا سيناي؟
خلي بالك من نفسك وطمني عليكي. دي كانت اخر حاجه قالها لي. اسمك سايناي ليه؟ مين اللي اختار اسم سايناي؟ هو بابا أكيد. طبعا بابا طبعا هو حكى الحكايه في لقاءات كتيره، بس انا باخدها باسلوب تاني شويه، انها كانت وطنيه لان انا كنت مولوده في وقت حرب اكتوبر. اكتوبر كنت في الحرب نفسها. 10 اكتوبر 10 اكتوبر في ناس كتير كاتبه 6، بس انا مش 6، انا 10 اكتوبر 73 فعلا. وكان هو عاوز اسم مصري اصيل عشان ما يبقاش عيله الملكيه تبقى ليها اسم يعني. بس وانا فعلا مصريه جدا وبحب بلدي جدا، والاسم فعلا مميز. بس هو يعني هي اسمها سينا سايناي بقى ده سايناي عشان هو كتبها لي سين الف يه نون الف يه هو بنفسه عشان تبقى انترناشونال، لان يعني برضو العيله في كل البلاد هتبقى معروفه انا، وعشان يعرفوا ينطقوها مظبوط تبقى الرنه حلوه. بس هي مشكله بقى ان السايناي دي بتبقى مشكله في مصر ان بينطقوها لي غلط. بينطقوها يعني ازاي بقى؟ يعني مش عايزه اقول لك يعني احسن ما سيناي ما اعرفش. فانا بختصر بقى الموضوع بقول لهم قولوا سينا سينا. يعني انا كل زملائي في المدارس وفي الكليه وكده بيقولوا سينا، ما يعرفوش انها سايناي. بس هي في الاصل سايناي فعلا. يعني شكله كان دمه خفيف جدا. يعني كان كان له كده قفشات يعني. احكي لي بقى الحكايه، يعني قصه حب بين والدك وبين ناديه والدتك الله يرحمها. ناديه هي ابنه الاميره فوزيه واسماعيل بيك شيري. صح. فاحكي لي بقى الحكايه. كانت قصه حب فعلا. هو اتعرف عليها في حفله، كانت هي في الايو سي. ماميها كانت اول سنه ليها في الايو سي، وكان في حفله وهو كان متواجد فيها، وهي كانت حلوه جدا. ما انت حلوه جدا. لا ما هي كانت احلى. لا جدتي يعني. وماما طبعا احلى بكتير مني، يعني انا ما اجيش فيهم ازاي حاجه. ازاي ثانك يو. بس ف هو طبعا بيحب الحاجات الحلوه. فتعرفوا على بعض وكده، وهي كانت خجوله عامه بطبعها يعني. فهو بدا بالكلام ليها وقال لها انت مين وبتعملي ايه وكده وبتاع، وبعد فتره قصيره قال لها تتجوزيني. فقالت له هفكر. فهو قال لها لا تفكري ايه ده، يعني ما فيش تفكير، انت هتتجوزيني فعلا يعني. وحصل. والاسره بقى عملت ايه في هذا التوقيت؟ قولي لي بقى على العيله. انت بتكلمي في ممثل سنه كام الكلام ده؟ سنه كام؟ 71 كده بقى مش مثلا. يعني قبلها بشويه. يعني انا مولوده 73 يعني قولي 72 يعني 71. ولهم صور كتير يا جماعه، عندنا صور كتير لوالده سايناي معانا، كانوا على اغلفه مجلات وكده. ايوه كانت في كل بالزبط. المجلات. الله يرحمهم الاثنين والله. قولي لي بقى. العيله طبعا كانت رافضه طبعا يعني. كانت رافضه رفض جامد. يعني كان عندهم حق يعني، مش عشان حاجه، بس عشان في الزواج لازم الشخصيات تبقى متكافئه، وبرده مسيره الحياه برده تبقى يعني تبقى متكافئه يعني. مش لما هو راح اتقدم لمين دلوقتي؟ الاميره فوزيه لجدي. لا لجدك اسماعيل. اسماعيل بيشيرين. اخر وزير حربيه سابق ايام الملك فاروق. انا بس عشان نشرح ونفكر عشان الناس، عشان نفهم الناس. الأميرة فوزية بنت الملك فؤاد، أخت الملك فاروق، كانت اتجوزت الأول شاه إيران. شاه إيران جابت خالتي شاهناز، وبعد كده شاهناز. وبعد كده لما انفصلت عن الشاه رجعت تاني وجوزت جدي اللي هو برضه من العيلة المالكة. اسماعيل بيك شيرين اللي هو كان آخر وزير. أيوه ومامته كانت أميرة برضه. ومامته كانت أميرة برضه، فيعتبر برضه من الرويال فاميلي. بالظبط. جا بقى تقدم لمين يوسف شعبان؟ جا تقدم لجدي. فين؟ في اسكندرية. في انهو بيت؟ في بيت في سموحة، ما هي البيت الوحيد اللي هما اللي احنا اتربينا في، اللي انا اتربيت فيه يعني. دي صور جدك؟ جدي وجدتي ومامي. ودي صور مامتك وهي صغيرة. مامي وخالي حسين. دي جدتي وجدي برضو.
وده لما ده خالي وجدتي يعني في اواخر ايامها يعني. ده زوج خالتي اردشير زاهدي، ودي جدتك جدتي وجدي فجت كان في بينهم قصه حب جامده برضه يعني. بين جدتك وجدك طب احكي لنا بقى من الاول قصه الحب الاول. خلينا الاول هو راح الاول يوسف شعبان راح راح يتقدم لنادية اسماعيل بيك شيرين يعني ده تايتل يعني، وجدي امها الاميره فوزيه راح لهم في بيت اسكندريه اللي هو كان فين فيلا في سموحه فيلا في سموحه فيلا في سموحه راح لهم ويتقدم. وبعدين قالوا له ايه؟ اترفض. جدك اللي رفضه طبعا. قال له ايه؟ لا قال يعني ما مش يعني مش هينفع وكده وبتاع، وكمان فرق السن كان كبير، كان بابا اكبر منها ب 20 سنه او اكتر من 20 سنه وهي كانت لسه صغيره، بابا كان خلاص يعني، وكمان يعني له شوط كبير برضو في التمثيل وقتها يعني، وكان فكان ابتدى يبقى مشهور، كان بدا يبقى مشهور واكبر منها بكتير، يعني جدي ما كانش حابب ان يبقى كمان فرق سن كبير، وكمان يعني فنان وكده كل حاجه كانت هتبقى مختلفه عشان يعني كانت هتبقى صعبه قوي عليها هي. وكان هو متزوج من قبلها بليلى طاهر بليلى طاهر وانفصلوا كذا مره، ثلاث مرات يعني. مامتك هي اللي اصرت؟ ناديه هي اللي اصرت؟ لا انا ما اعتقد الاثنين اصروا صراحه يعني. يعني هم هي عجبت بيه طبعا جدا، هو كان يعني ايه اللي عجبها؟ ايه اللي عمرك سالتي مامتك ايه اللي حبيتيه في يوسف شعبان؟ قالت لي، سالتها مره فعلا، قالت لي كان حلو قوي وكان بيقول كلام حلو جدا وكان بيحبني. هي كانت طيبه جدا وصغيره، بسكوته كانت صغيره جدا كانت لسه داخله الكليه يعني، لسه ما تعرفش الحياه يعني، فاهم؟ كان صعب عليها، هو عشان كده الجواز نفسه كان صعب عليها. بعد كده اتجوزوا عملوا فرح؟ لا ما عملوش فرح يعني، كانت حاجه كده في البيت يعني. سنتين وشويه بس. وليه هي ما استحملتش؟ ما استحملتش ايه؟ الحياة مختلفة، حياة الفنانين مختلفة يعني، نهارهم ليلهم، ليلهم نهارهم. هي كان احنا متربيين انا وهي يعني نفس التربية، تربية عسكرية جدا. يعني النوم بنظام والاكل بنظام ومواعيد معينة، ما كانتش عارفه تتاقلم بحاجه تانية خالص كده. الحياه برضو الفنيه طبعا كان يعني في اوقات كتير ما كانش متواجد، كانت هي لوحدها طبعا لان اهلها ما كانوش حواليها. كانت حاسه طبعا يعني بالوحده انها. ليه كانوا ساكنين فين؟ كانوا ساكنين في اسكندريه، وبابا كان وماما كانوا ساكنين في القاهره طبعا يعني. فكان بالنسبه لها ده غربه طبعا، وهي لسه صغيره ومش صحابها الوسط الفني لا خالص خالص، ما فيش اي حد من اللي حواليه يعني. هي بعد كده ابتدت تتصاحب شويه على اخوات بابا، عماتي يعني الله يرحمهم شويه، بس طبعا برضو خلي بالك ماما مختلفه خالص يعني، هاديه وطيبه وكده ما لهاش في الكلام الكتير. انا برضو طالعه لها سنه في حاجات يعني، بس يمكن انا شويه اشطر منها يعني. لا هو تغير الاجيال بقى، هو اختلاف الاجيال. لا اتعلمت كمان منها وتعلمت من التجارب يعني. ودي مامتك اهي غلاف الموعد. لا كانت على غلاف حاجات كتير. يعني امك كانت يعني كان باين انها الفرق يعني. كانت رقيقه قوي. بس يعني واحده وقفت امام العيله المالكه عشان تتجوز حب عمرها، ما قدرتش انها تحارب علشان الحب ده يستمر. هي حاولت بس متهيألي شخصيه ماما ما كانتش لسه متبلوره كفايه انها تستوعب حد بعمق بابا يعني. بابا خلي بالك شخصيته مش شخصيه خفيفه يعني، شخصيه تقيله. لازم واحدة تكون يعني قد الاستيعاب ده، تبقى مستوعبة شخصيته، مستوعبة ظروف شغله، مستوعبة حياته، مستوعبة طبعه المتقلب لما هو يرجع تعبان من التصوير ممكن بالحاجة وعشرين ساعة يرجع. يعني مش أي حد يستحمل الحياة، وأكيد الفنانين عارفين اللي أنا بقوله ده. وبالتالي انا فعلا تحيه وتقدير كبير جدا لايمان زوجته الحاليه، عشان بجد بجد هي اكتر واحده
فهمته واستوعبته وحبته وقعدت سنين عمرها جنبه وخلفت له ولد وبنت زي القمر. وبجد بجد تحية كبيرة وتقدير ليها، لأن فعلا لولاش إيمان فعلا كان هو حياته كانت هتبقى أصعب بكتير. هو كان بيقول لي قبل حتى ما يتزوج منها، كان بيقول نفسي إن أنا ألاقي واحدة تحبني وتقعد معايا، ولما أبقى راجع تعبان تطبطب عليا، ما تبقاش فما يعني. كان بيقول كده، كان بيقول نفسي أرتاح، يعني نفسي أرجع البيت أبقى مرتاح. فهي فعلا يعني هي فعلا عملت كده، وبجد كانت خير زوجة لي بصراحة. علاقتك بيهم إيه؟ الحمد لله أنا أخواتي قد ولادي، إحنا كنا حوامل مع بعض أنا وإيمان. يعني أنا أختهم الكبيرة، عندي أخ تاني أكبر منهم اسمه عز الدين، من خارج الوسط الفني برضو. أما كلهم أصغر مني يعني. فأنت الكبيرة. أنا الكبيرة. الكبيرة وكنت بعيدة كتير. يعني ما كنتش متواجدة كتير. كنت بسافر كتير. كنت بعيدة دلوقتي بعد انفصال مامتك وباباكي. كنت صغيرة. كنت أنا عندي 3 سنين. سنتين ونص، 3 يعني. فطبعا ماما أخدتني معاها ورجعنا لجدتي وجدي. وقعدنا سنتين أو 3 كده. وبعد كده هي تزوجت وانا فضلت مع جدتي وجدي، وهم بالفعل امي وابويا الحقيقيين يعني. فاللي رباكي الاميره فوزيه واسماعيل بيك شيرين. يعني كل الـ الشخصيه اللي انا فيها دلوقتي فعلا من جدي وجدتي. ودي قصه تانية كلها دي قصه تانية خالص. في سموحه في الاسكندريه. احكي لي بقى حكايه، حكيت لك ايه الاميره فوزيه؟ عن نبتدي من الاول خالص بقى. من قصه شاه ايران. يا دي قصص بقى. دي حكايات اكيد طول الليل يعني. انت حياتك كلها كانت هي كانت على فكره جدتي كانت قليله الكلام جدا. يعني ما كانتش بتتكلم كتير، انا اللي كنت لازم اسالها، ولازم اسالها في مواعيد معينه تكون هي عاوزه تتكلم يعني. هي مش من النوع زينا كده ممكن نقعد نتكلم ونهزر لا، هي ما كانتش، كانت هاديه جدا، كانت بتحب تقرا كتير، كانت بتبقى قاعده لوحدها اغلبيه الوقت. كان ليهم نظام معين، خلي بالك، ما حياتهم ما كانتش يعني ما كانتش سهله. قولي لي ايه سيستم الحياه؟ هنتكلم في الحواديت ولا هنتكلم في سيستم الحياه؟ يعني بصي، يعني بوريك دلوقتي فيديو اهي. هي شاه ايران وجدتي كانت صغيره طبعا. اقول لك بقى قصتها. قولي لي قصتها بقى. في يوم من الايام مامتها جت، طبعا مالكه نازلي، قالت لها، صورتها صورة وقالت لها ده خطيبك. تخيلي كانت 16 سنة. يعني 16 سنة لسه صغيرة، وكانت لسه بضفاير، واكشلي لما الشاه جه قصوا لها الضفاير وعملوا لها شعرها بأسلوبه عشان تبقى خلاص مادموازيل، وكانت خلاص هتتجوز يعني. فهي ما كانش ليها رأي. يعني أغلبية الوقت ما كان لهمش راي وهو ده كان زواج سياسي اكتر من هو بين البلدين. كان اتفاق بين بلدين كان فقالوا لها، وكانت اسطوره، كانت فيري تيل يعني. كانت فيري تيل فعلا. والزواج، مراسم الزواج كانت رائعه هنا، مراسم الزواج هناك كانت رائعه. عملوا فعلا فيري تيل. طب خلينا نفتكر كده، افرجك على فيديو لفرح، او يعني فيديو للاستعدادات لفرح جدتك. أيوة. بشاه، انتوا بتقولوا عليه شاه. نشوف الفيديو ده من يعني الحاجات القديمه لفرح الاميره فوزي. A wedding without a bride, such is the custom in Egypt. So when the Iranian crown prince arrives for his wedding to the beautiful Egyptian princess Fawzia, he does not set eyes on her until after the marriage contract has been signed by the king of Egypt, her brother. Now they are together for the first time on their wedding day. A mighty procession representing the public services of Egypt is organized in honor of the royal wedding. And this is witnessed by the newlyweds to the great delight of the populace. Their beloved little princess has married her Prince Charming. So Cairo honors the occasion in fitting style. 4 days of rejoicing celebrated the wedding of the Crown Prince of Iran and Princess Fawzia of Egypt. 19-year-old Prince Shapur and his 17-year-old bride
were married in Cairo, but on their homecoming to the capital of what used to be Persia, they were welcomed with this ceremony. A military review before the young prince and princess and the emperor himself included complimentary troops from friendly foreign nations. By night, the city is gay, the black sky brilliant with a cascade of tumbling fire. Fairy tale. It was a fairy tale. يعني قصة من قصص البرنس تشارمينج. هما الاثنين كانوا كده فعلا. كانوا كده وكانت بتحكي لي، يعني هحكي لك كان ايه اللي بيحصل، وكانوا الشعب هناك كان بيحبها جدا جدا جدا، وكان مرحب بيها جدا مع انها مش ايرانية. وكانتش عارفه اللغه، راحت مع الدام دونير بتاعها اللي هي الوصيفه بتاعتها هناك لوحدها، يعني هم كلهم وصلوها ومامتها وصلتها وكده، بس بعد كده رجعوا وسابوها هناك. كانتش عارفه اللغه، جابوا لها حد يعلمها وتعلمت بسرعه قوي، كانت ذكيه جدا بس في نفس الوقت كانت خجوله جدا. وطبعا كان جو مختلف خالص، الكالتشر مختلفه، اسلوب الحفلات مختلفه، هي كانت كونسرفاتيف قوي، يعني كانت محافظه كانت العيله هنا عندنا كانت محافظه قوي، هناك شويه منفتحين اكتر. منفتحين في أكتر. ايران منفتحين كان الوقت الشاه كان منفتحين اكتر. فهي كانت خجوله، فاخذ يعني اخذت وقت شويه على بال ما ابتدت تتعود بقى على حبه الشاه. حبته لان هو كان طيب قوي معاها، وكان شايف انها صغيره، وكان اول حد في حياتها يعني. وخلفوا شاهناز. ايه اللي ازعجها؟ يعني ايه ليه الانفصال؟ كلنا كنا بنتفرج على ده كانه فعلا قصه من قصص الاحلام والروايات، ليه انفصلوا؟ ودي صوره شاهناز برضو. شاهناز والله هي كانت لسنين يعني، قعدت 8 سنين كانت مبسوطه جدا وكده، بس في الاواخر بدات طبعا هو كان عنده مشاغل كتير طبعا وكده، وكان بيتشغل عنها كتير، وهي برضو ما كانش ليها يعني حد جنبها من اصحابها فقالت لي حست بالوحده، مع ان كانت هي حوالينها ناس كتير، فاهم ازاي؟ يعني حصل مشاكل بينهم هما كزوج وزوجه يعني. هي ما كانتش بتخوض في تفاصيل معينه، بس كانت حابه ترجع قوي بلدها. ما كانتش بتروح وتيجي يعني، ما كانش السفر سهل؟ لا السفر ما كانش سهل، لان كان خلاص عندها ولي العهد، يعني شاهناز كانت لسه ما كانش في ولد، وهم كانوا بيحاولوا يجيبوا ولد. يجي طبعا، لان لازم في الحاله دي كان لازم، وكان عليها ستريس جامد قوي انها تجيب الولد، وما حصلش الا شاهناز. فقالت لهم انا عاوزه ارجع زياره لبلدي وكده، فقال لها ارجعي بس شاهناز هتقعد، مش هتاخديها معاكي. فاضطرت انها ترجع، وبعد كده لما رجعت هنا بقى قالت بقى لاخوها كان خلاص بقى الملك. ايوه بالظبط. قالت له يعني مش حابه ان انا ارجع. مع ان ناس كتير بتقول ان هو اللي قال، بس هو ما قالش يعني، هي اللي طلبت. بناء على يعني. ايه اكتر حاجه كانت هي بتحبها في ايران او في الحياه هناك؟ وكانت امبراطوره، دي ما كانتش ملكة، كانت امبراطوره. توجت امبراطوره. والد الشاه كان بيحبها جدا جدا، فكان دلعها قوي. كانت بتقول لي ان هم بيركبوا خيل مع بعض قدام الناس كده في الشوارع، كانوا بيركبوا موتوسيكلات مع بعض، كان ليها موتوسيكل وهو له موتوسيكل. كانت الشعب بيحبهم جدا، لان هم كانوا في وسط الناس بي 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 يعني بيمشوا عادي في وسط الناس، وكان كلهم بيحبوهم جدا. كانت حابه الحياه اللي هي حابه الحب ده يعني. حابه الحب والاهتمام ده. حماتها كانت صعبه شويه، هم الكالتشر بتاعتهم مختلفه عننا يعني. وهي طبعا عشان مصريه برضو، يعني ما اعتقدش انها كانت صعبه، بس كان they were different يعني، كانوا مختلفين شويه يعني. الطباع مختلفه، بس هي تاقلمت يعني شويه. ما قالهاش اخوها الملك فاروق وقتها
ازاي ما ينفعش عندنا حد يتطلق، ما ينفعش عندنا تطلقي لما من هو لما يلاقي ان 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 اخته بتاعي وكان بدا يجي لها التهاب رئوي وبدات تبقى تعبانه فيزيكلي يعني، كانت محتاجه انها تيجي زياره، فهو اكيد مش هيجي على على اخته يعني. بعد شاه ايران اتجوزت جدك، جدي اللي هو اسماعيل بيك شيرين. مين هو اسماعيل بيك شيرين؟ اسماعيل بيك شيرين من ولاد عم الملك. كان واخد PhD في الايكونومكس من كامبريدج، دكتوراه في الاقتصاد، من كامبريدج. كان عايش اغلبيه حياته في لندن في دراسته يعني، ولما رجع دخل الجيش واخد بوست في الجيش لغايه ما لما يعني اترقى لغايه ما بقى وزير حربيه ايام الملك في الاخر خالص يعني، بس ما لحقش يعني، كانت كام ساعه بس. كام ساعه وبعدين قامت الثوره. بس كده. جدي كان بجد انسان رائع يعني بكل معنى الكلمة، إنسان وأخلاق وطيبة ورقي، وكان بيتكلم في كل حاجة، هو اللي علمني إن أنا أتعلم في كل حاجة وأعرف يعني أعرف الحياة فعلا. لا هو له الفضل بصراحة في حاجات كتير قوي في حياتي بصراحة. هما كانوا قصة يعني خلاص طوت صفحة الشاه. وسابت شهناز هناك في اضطرت انها تسيب شهناز. بس الشاه حاول كتير انه يرجعها بصراحة. بصراحة بعت لها ديليجيشنز وبعت لها، بس يعني هي كانت رافضة. حصل بقى فترة وراحت يعني قصة الحب بقى مع اسماعيل بيك شيرين، لان هو اصلا مامته اميرة وهو كان من يعني في محيط القصر وتعرفوا على بعض وحبوا بعض. واتجوزوا قبل الثورة. طبعا اتجوزوا قبل الثورة وجابوا مامي وخالي قبل الثورة. كانوا هما لسه صغيرين لما الثورة قامت. ثم قامت ثورة يوليو. هي عمرها قالت لك ايه؟ كانت قاسية عليها؟ كانت فكرة ان هم فجأة اكيد كان صعب بالنسبة لها، بس جدي وجدتي عندهم اكسبتنس، عندهم قبول، رضا بكل حاجة في الحياة. جدي كمان قوي، فهو اللي كان دايما بيحميها وبيشجعها وبيساندها بصراحة في كل حاجة، حتى في الفترة الصعبة دي. هو كان وطني جدا وكان محبوب جدا من الجيش حتى في الفتره دي، ومرفض ان احنا نطلع من البلد خالص يعني، ان هم يطلعوا من البلد لان ما كنتش لسه جيت يعني. رفض في يعني كتير من العيله سافرت بره وحضروا فاروق. بالظبط، او لوحدهم يعني. مش يعني بس هو رفض، قال لا انا هقعد في بلدي، وهي فعلا قالت انا هقعد معاكم مش هروح في اي حته. وفضلت الاميره فوزيه واسماعيل بيك شيرين موجودين، هما الوحيدين اللي قعدوا. يعني هي لانها هي طرف اول، لان دي دول اخوات بالنسبة الملك. بالنسبه لها بلدها كانت يعني، هما كلهم بيحبوا بلدهم جدا. حتى بنات الملك فاروق كانوا عاوزين يدفنوا، قالوا لما نموت بليز ادفنونا في بلدنا. يعني بنات الملك مين بقى؟ مين اخوات فوزيه؟ اخوات فوزيه عندها فايزه وطنط فايكه وفتحيه الصغيره، وطبعا فاروق اللي هو اكبر. بالتسلسل ده يعني هم سافروا وانتوا فضلتوا، او احنا فضلنا. هم فضلوا بقى لان كان ماما صغيره وخالي صغير، وهم فضلوا ما سافروش. سافروا بعد كده يعني، بس كده فيكيشن يعني. هل اجازات هل حياتها اتغيرت يعني من بعد ما كانت اخت أكيد طبعاً. بنت ملك واخت ملك وهي اميره اكيد طبعا وامبراطوره، حياتها اتغيرت ازاي؟ لا اكيد اتغيرت. اولا المكان اتغير. راحوا البيت اللي في سموحه ده كان بيت جدي، كان بيت والده جدي. طبعا انتقلوا راحوا هناك، اخذوا الاولاد معاهم وقعدوا بقى في سيف انفايرمنت كده، وبس عشان هم قرروا ان هم يقعدوا. ايه اقصى لحظه كانت عليها؟ عمرها ما حكيت لك ايه اقصى لحظه؟ هي ما كانتش بتحب تحكي لي حاجات بتوجعها. هي كانت انا قلت لك انها قليله يعني قليله الكلام قوي وكتومه جدا، وما كانتش تحب ان يعني هيش عارفه ان انا بحبها قوي.
فما كانتش عاوزه تحسسني باي الم عندها، حتى لو هي كان عندها الم يعني انا عمري ما حسيت ان ان جدتي كانت بتعيط قدام حد يعني. هي حتى لو بتعيط هتعيط لوحدها في الاوضه وهي قافله الباب. كانت على يعني على علاقه بباقي اسرتها، بالملك فاروق، باخواتها؟ كانوا على اتصال بقى وقتها. طبعا كانوا بيحاولوا يطمنوا على بعض، كان يعني في الاول صعب لانهم ما كانواش عارفين هيبقوا فين وبتاع، بس هم طبعا عشان هي كانوا متواجدين هنا فكان بالنسبه لهم. بس مؤخرا في السنوات الاخيره، مش الاخيره، حتى يعني في الثمانينات والسبعينات خلاص العيله المالكه بقت بتيجي، اخوات اخواتها بقوا بيجوا، كلهم اتدفنوا هنا تقريبا، كلهم كانوا عايزين يدفنوا في الرفاعي. هي في بس جدتي طلبت انها تدفن جنب جدي في مدفن جدي، وهم كلهم ماما وجدتي وجدي وخالي مدفونين كلهم مع بعض. بتشوفوا احمد فؤاد؟ كنت بشوفه لما كنت في سويسرا. انت ايه اللي كان بيوديكي سويسرا؟ هم انا بصي انا يعني اي حته هم بيروحوا انا بروحها، لان هم كانوا ابويا وامي. انا كنت صغيره جدا. كنت عايشه معاهم فهم كنت عايشه معاهم فهم كانوا بيسافروا سويسرا دايما، بيشوفوا العيله هناك وبيشوفوا، وكانت بتشوف بنتها شهناز فولاد خالتي كمان هناك، فانا كنت معاهم. انا كل حته كانوا بيروحوا فيها انا كنت بروح فيها، ما كنتش بقعد لوحدي خالص يعني. ويعني انت تعرفي دي صورتك مش كده؟ ولا دي صورة مين؟ مش شايفه فين؟ ده دي انا. ده انت مع جدتك؟ دي انا وجدتي وجدي في البيت في سويسرا. في البيت في سويسرا. خلينا نخرج، نقف هنا ونخرج فاصل وبعد الفاصل نحكي حكاية سايناي بقى مع جدتها، علمتها ايه؟ طب سيستم الحياة كان عامل ازاي؟ طب دي يعني أميرة إمبراطورة هي اللي ربيتها، طب ايه اللي علمته لها؟ وهو كان وزير حربيه، فيعني صارم قوي منضبط كل حاجه بميعاد، ازاي ربوا هذه الفتاه الجميله؟ بس انت واخده جمال منهم يعني. هم احلى مني. لا بس يعني اولا جدتك كانت جميله الجميلات في العالم كله، كانوا اجمل امراه في العالم. ومامي كمان يعني. ومامتك وفعلا هي اخذت اللقب ده فعلا في وقتها، انها كانت اجمل امراه فعلا في العالم. فعلا. نخرج فاصل ونواصل هذه الرواية. يعني أنا بحكي كده وبسأل الأسئلة اللي في دماغي، لأنه أكيد كلنا نفسنا نسمع الحكاية، الفيري تيلز، الأساطير اللي كلنا يعني ساعات كنا نقول يا ريتنا كنا عايشين في الوقت ده، كنا عشنا حاجات جميلة وقصص حب جميلة. فاصل ونرجع.